أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. قالت لجنة الطاقة بمجلس النواب في العراق إنه تم تشكيل 3 لجان للتحقيق ومتابعة ملفات فساد بملف النفط بين كردستان وبغداد. وأضافت اللجنة أن اللجان معنية بمتابعة ملف النفط وتصديره وبيعه وتسويقه بنحو غير قانوني من قبل حكومة كردستان العراق. وكانت هيئة النزاهة قد أوردت أن حجم الفساد في كردستان العراق أكبر بكثير مما يتم رصده وتشير إليه في تقاريرها الدورية والسنوية. أظهر تقرير رسمي مخالفات قانونية تتعلق بالقروض الممنوحة من مصرف الرشيد إلى بعض الشركات. وذكر التقرير أن مصرف الرشيد مول شركة الحياة الجديدة للاستثمار والتجارة العامة المنفذة لمشروع مجمع الزهور السكني، مولها بمبلغ مقداره 79 مليار دينار دون وجود ضمانات مقابل ذلك المبلغ، ما يصعب عليه تحصيل حقوقه المالية في حال نكوث الشركة المنفذة، ويكون بذلك متغاضيا عن حقوقه المالية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمانها، وهو ما يشكل فسادا إداريا وماليا. قالت مديرية الصحة بمحافظة ديالى إنها أغلقت 11 محلا وأتلفت مواد غذائية غير صالحة في قضاء بعقوبة بالمحافظة. وأضافت المديرية أن المحل التي أغلقت خالفت الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى أن المواد الغذائية التي ضبطت فيها غير صالحة للاستهلاك البشري. وأضافت المديرية أنه تم غلق عدد من المطاعم والمخابز ومحال القصابة للسبب نفسه. قالت هيئة النزاهة في بابل إنها ضبطت 3200 عاكسة مرورية مودعة في مخازن بلدية الحلة دون محضر استلام بالمخالفة للقانون. أضافت الهيئة أن العاكسات المرورية المضبوطة أودعت في مخزن وحدة هندسة المرور التابعة لمديرية بلدية الحلة دون محضر أو لجنة استلام، إضافة إلى عدم وجود أي أولويات أو أي أوليات تخص الجهة المجهزة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى قيام لجنة المشتريات في البلدية بتنظيم معاملة شراء بمواصفات هذه العاكسات، بعد قيام مدير البلدية بتزويد اللجنة بعروض شراء بأسعار مبالغ فيها من مكاتب مختلفة. قالت دائرة الصحة بمحافظة بابل إنها أغلقت 4 مستشفيات أهلية في المحافظة لاستخدامها صالات ولادة وعمليات ومختبرات خارج الضوابط. أضافت أن المستشفيات تجاوزت الاشتراطات الصحية وارتكبت مخالفات صحية وطبية جسيمة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن في المحافظة. وأشارت الدائرة إلى أنه تم ضبط صالات ولادة وعمليات ومختبرات جانبية خارج الضوابط، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية ومواد غير صالحة للاستعمال في صالات العمليات وغيرها. أما الآن نتابع وإياكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي إلى جانب أسعار المعادن وحركة السوق النفطية. ختام تقريرنا الاقتصادي، دمتم وفي أمان الله.